ربنا يجبر بخاطرك كده وما نجلكش ابدا في حاجه وحشه. ربنا يصبركم. مليحه يلا خدت الاكل. يلا شكلك جعتي. جحت شديد. امشي. يسلم ايديكي. انا مش عارفه الاكل السوداني ده هيعجبكم ولا لا، انا ما بعرف اعمل غير الاكل السوداني والمصري. شكرا لك يا ست غزل، ان شاء الله بيتك بيضل عامر بالخير. بعد اذنك يا ست غزل من غير ما تتضايقي. خير. كنا حابين نعطيكي هدول، مش حابين ننتقل عليكي. انت شو الكلام اللي بتقول فيه ده يا مليحه؟ عيب ما يصح. فاطمه احنا خوات وكلنا بالهوا سوا. ما تكملي يا ست الطاف، معقول هاخد منك كرم الضيافه؟ رأيي انتوا ما ضيوف، انتوا اصحاب بيت. وانا في ليبيا الحاج غالب والسجانين ما قصروا معي، شالوني فوق راسهم، الله يرحمهم يا رب العالمين. بس الوضع هلا غير. حبيبتي من غير ما تبدأي تفضل. لو سمحت ما تتكلم معي، تعرف الكلام ده خير ربنا كثير الحمد لله. ممكن ناكل ونقول بسم الله عشان اريد قربت تخلص الاكل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. قولي لي اختك لسه عند عمتها؟ سألت هدى عليها لما رجعت، قالت لي انها لسه جوه. وايه الاخبار؟ الفيلم كان تحفه والله. يعني انا بس على الفيلم، على الفيلم يا بنت صالح. طب ما انا عارفه وانت عارفه ان انا عارفه ان انت عارفه. بتلفي وتدوري عليا نونة. بس اهدي اهدي، احكي لي كل حاجه. بس انت شكلك كده بقى مطوله. هجري على المطبخ بسرعه، هلقط لي حاجه وهاجي احكي لك. ماشي؟ بس اهدي يلا. في البيت. ماشي. أنا هقوم بقى. تقومي تروحي فين؟ الساعة لسه 10. يعني هتنامي قبل 12 وبعدين زمانه جاي. استني بس، أنت أصلاً ما قلتليش هو نزل راح فين؟ إيه يعني مشوار المهم اللي كان لازم ينزله دلوقتي؟ ده حتى ما استريحش. يعني هيروح فين؟ ده لا بيروح ولا بيجي. يا ستي هو راح يعزي أهل واحد من العساكر اللي استشهدوا. ما رضيش حتى يستنى لحد بكرة. هو ده عزي. يا مساء الخير. مساء الفل يا حبيبتي. عاملة ايه؟ الحمد لله. ازيك يا موسى؟ ازيك يا ادهم. ايه يا حبيبي؟ اتأخرت كده ليه؟ على فكرة أنا وموسى ما رضيناش ناكل معاهم. قلنا نستناكم نتعشى كلنا مع بعض. معلش يا حبيبتي اضطريت أقعد مع الناس شوية. يا حبيبي. ربنا يرضي قلبك زي ما بترضي الناس كلها. خليكي ليا يا حبيبتي. أيوة على الوش. يا ابني حاسب 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 اسف خدت راحة. انا اسف انا ما بشيلش هم حد في البيت ده غير رزالتك. تعالى. ايوه اصوتش هتحضر وحشتني انت كمان. ابعد عن دراعي. ابعد عن دراعي يا ابني بالراحة. كتفي يا ابني انت ما بتفهمش.